يسجل كأس الإجذاع بأيضا اسم هجن الشحانية، من حصدت رموز حصدت الذهب والميداليات الذهبية في هذا المساء. نهني هجن الشحانية على هذا التميز في بطولة كأس الخليج هناك في ميدان الوثبة على هذا أيضا الانتصار الممتاز، وأيضا ما قدموه في هذا المساء من أيضا إنجاز مميز يسجل لهجن الشحانية ويسجل لهذا الميدان. مشاهدينا الكرام، شوطنا الرابع، الشوط القادم، والزميل الكريبي بجابر المري. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي نبدأ وعلي نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق. أولا أهني المنتخب القطري، أهني هجر الشحانية عشاق الشعار الأدعم، عشاق الشعار العنابي على فوز المنتخب القطري في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة بمهرجان كأس الخليج على الفوز بالثلاثة الكؤوس لسن اللقاية القعدان والإبكار وكذلك مع سن الإجذاع، وأيضا الفوز بالميداليات الثلاثة في جميع الأسنان للأسنان الثلاثة مع سن اللقاية في الفئتين الابكار والقعدان ومع سن الاجذاع الابكار. اذا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية ذهبت مع ايضا هجن الشحانية ومع المنتخب القطري، وكذلك ما زلنا نترقب الكؤوس المتبقية في الاسنان المتبقية ومع منافسات هذا المساء. الثانية الخاصة لداعم هذا الشعار حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إذا نبدأ معكم وبحضراتكم مع مجريات الشوط الرابع لنتابع هذه الانطلاقات المميزة، لنتابع هذه المنافسات لسن الحقائق ومع انطلاقة فئة القعدان المركز الأول والصدارة. معذرة للإخوان المشاركين، المركز الأول أتابع بعد تقدم مهلي سالم بن مبارك بن سالم بن حمد المري على المركز الاول، ثاني المراكز حيشان ناصر بن محمد بن فهدان بن فهد السبدان المري بن عفره ينطلق شعاره مغيرا مجريات الشوط. المركز الثالث التواجد من براق سعد بن سالم بن راشد آل زيد الهاجري. المركز الرابع التواجد من مشغل عبد الهادي بن علي بن سعيد بن عون على المركز الرابع. المركز الخامس التواجد من جويزيان لمحمد بن عبد الله بن راشد ابو شلتحه المري على المركز الخامس. هذا هو النداء للاسماء الخمسه الاولى، وابو شلتحه على المركز الخامس يتواجد شعاره اعود الى الصداره، اعود الى القياده، لاتابع مقدمه هذا الشوط. بن عفره مع القياده، بن عفره يقدم شعاره مع المركز الاول ومع الصداره. وحيشان وحيشان كينج الميدان متوحش بالانطلاق، متوحش للناموس بتواجد على المركز الاول. ناصر بن محمد بن فهد ال زبدان المري مع ايضا انطلاقه وحيشان وافتتاح الكيلومتر الاخير. يا كيلو ما بعد كيلو. المركز الثاني وصل براق سعد بن سالم بن راشد زيد الهاجري. وصلت الاسماء يا لقدوم الشعارات. المركز الثالث وصل شهيد اول ندى مبارك بن احمد بن حطم العامري. المركز الرابع ارى تقدم الاسماء اللي وصلت في هذه اللحظات، وصلت في هذه الانطلاقه. سيل جارف من القعدان بركان لسيف بن هزيم بن محمد مسافري على رابع التحديات. المركز الخامس التقدم غبشين جاسم بن علي بن فهد بن براك. لكن اعود الى الصراع الى النزاع. يا سلام وحيشان وحيشان وهنالك براك، براك وحيشان المنافسه الثنائيه، الحوار الثنائي اللي يسبق الانطلاق نحو الناموس نحو التتويج في صراع ونزاع للناموس وللانطلاق باول المراكز. وحيشان على المركز الاول، وحيشان مع الصدارة، بن عفرة مع القيادة مع الناموس بانطلاقة شعار ناصر بن محمد بن فهد الزبدان المري. إذا ينتزع ناموس هذا الشهر.
عاشور بانطلاقة حشان بانطلاقة واندفاعت. هذا الشعار اللي أثبت وجوده بهذه الانطلاقة وبهذه الاندفاعة. سلام بن عفرة سلام، سلام وتحية واحترام لمالك وحشان ناصر بن محمد بن فهيد آل زبدان المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني وصل براق سعد بن سالم بن راشد آل زيد الهاجي. المركز الثالث بركان السيف بن هزيم بن محمد المسافري. المركز الرابع كان الوصول من شهير المبارك بن أحمد بن حطم العامري. خامس المراكز شهير لجاسم بن علي بن تهيد بن براق. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء حضرنا الكريم، تابعنا معكم منافسة الشوط ولحظة وصول وحيشة إلى خط النهاية. توقيته الزمني 6 دقائق. ثمان ثواني 5 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لناصر بن محمد بن فهيد الزبدان المري. 6 دقائق 9 ثواني 9 أجزاء من الثانية. نهني بن عفرة المركز الثاني. ست دقائق 14 ثانية 6 أجزاء من الثانية. الثاني التبريكات لمالك بركان سيف بن هزيه بن محمد المسافري. ولا ننسى من حصل على المركز الثاني براق. التهنئة لسعد بن سالم براق.